خبر تاني وهو تأهل الفريق الأول لكرة طايرة رجال بالنادي الأهلي للدور النهائي من البطولة العربية للأندية، وده بعد ما فازوا على فريق السيب العماني في اللقاء دور النصف نهائي من البطولة اللي بتتلعب في القاهرة، وده على صالة استاد القاهرة الدوري، وقدروا رجال الطايرة ان هم يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة 3 أشواط نظيفة علشان يوصلوا عروضهم القوية وسلسلة الانتصارات في البطولة بعد ما تغلبوا على فريق مصافي الشمال العراقي، ومن بعده فازوا على فريق بانياس الإماراتي وخيبل اليمني والسيب العماني والوكرة القطري والسواحلي الليبي. إن شاء الله يكملوا مشوارهم ويقدروا يحسموا المباراة النهائية لصالحهم، لأن احنا الحقيقة مش عايزين الكاس يخرج من عندنا. بإذن الله الكاس في الجزيرة، خصوصا وأن رجال الطايرة في الأهلي بيقدموا مستوى عالي قوي في كل البطولات، بنتمنى لهم التوفيق دايما. نروح بقى من الأخبار